زيارة رئيس عربي، افتتاح سفارات ورفع التمثيل الدبلوماسي، ومطالب بعودة النظام السوري إلى مقعده بالجامعة العربية. فهل دقت ساعة عودة الأسد إلى حضن العرب؟ الأسابيع الأخيرة شهدت تحركات عربية رسمية بدت متسارعة ومرتبة. الرئيس البشير جاء مسرعا إلى دمشق، الأردن رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي وفتح المعابر، الإمارات أعلنت عودة العمل بسفارتها، البحرين أكدت استمرار العمل بسفارتها في صيغة يبدو معها كما لو أن شيئا لم يحدث. وبعد أن فشلت جهود دعوة بشار الأسد إلى القمة العربية الاقتصادية في بيروت، دعوات متصاعدة إلى عودة النظام السوري لمقعده الشاغر في قمة الجامعة العربية القادمة بتونس. لنعرف أولاً كيف بدأت عزلة الأسد مع تصاعد قمع النظام السوري للمظاهرات السلمية التي انطلقت في مارس آذار 2011. علقت الجامعة العربية عضوية النظام السوري واشترطت سحب الجيش من المدن والإفراج عن السجناء وإجراء حوار مع المعارضة. القرار في ذلك الوقت جاء تحت ضغط غربي لعزل نظام الأسد، ورغم أنه غير ملزم عارضت بعض الدول القرار وامتنعت دول أخرى عن التصويت. منذ ذلك الحين تحالف الأسد مع إيران وروسيا وميليشيات طائفية جاءت علناً من عدة دول، وسراً ظهرت بعض الأسلحة والتسريبات عن دعم عربي مباشر وغير مباشر للنظام السوري. الآن عودة علاقات الدول العربية مع سوريا بررتها دول بأنها محاولة لقطع الطريق على إيران ولإعادة سوريا إلى المحور العربي، لكن هل هذا فعلاً ما سيحدث؟ على الأرض تملك إيران قواعد عسكرية وقوات تقدر بعشرات الآلاف من المقاتلين، ووقعت عقوداً طويلة الأمد مع الأسد في مجالات إعادة الإعمار والنفط وشبكات الهاتف والزراعة، إضافة إلى سيطرتها ضمنياً على خطوط الإمداد من طهران إلى بيروت. فهل ستتخلى إيران عن كل ذلك بسهولة؟ على الجانب الآخر من العالم ما زالت العقوبات تتوالى على النظام السوري لمنع التعامل معه، آخرها قانون القيصر الذي فرضه الكونغرس الأمريكي لمعاقبة كل من يتعامل اقتصادياً أو يوفر الدعم للحكومة السورية أو رموزها. وبذلك يكون الأسد قد قتل، سجن الآلاف، أعدم بالجملة، قصف بالطائرات، وهجر الملايين من شعبه في سبيل البقاء في الحكم. وبعد ذلك كله ترجع الدول لإعادة تطبيع العلاقات معه كأن شيئاً لم يكن. فهل هي رسالة من الحكام العرب لشعوبهم؟